عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. استر عوراتنا وامن رواتنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأد ديوننا واستر عوراتنا في الدنيا والاخره. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم احينا على سنته. اللهم توفنا على ملته. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اردنا حوض نبينا. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم كما ربيتنا رب لنا اولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا امن رواتنا. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. آمين. واشهد ان لا اله الا الله. احتفل بمولد نبينا في عالم الانبياء كلما بعث الله نبيا اخذ عليه العهد ان يؤمن بمحمد. ثم ماذا بعدما اخذ العهد على الانبياء اجمعين ان يؤمنوا بمحمد؟ اما ثم ماذا فلا يستطيع لساني ولا بياني ولا قلمي ولا جناني ان يتكلم، ولكني ساذهب بكم الى نص الاحتفال من القران ذاته. اسمع معنا لترى من الذي صدق على العقد ومن الذي شهد على العقد. اسمع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قال
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله 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 يا حبيب الله، اقرأ نصوص العقد مرة ثانية لتؤمنن به ولتنصرن. لتؤمنن به اي بمحمد، ولتنصرنه اي محمدا. إذا أدركتم زمانه فآمنوا به وانصروه، وإذا لم تدركوا زمانه فوصوا أتباعكم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن ينصروه. هذه بنود الاتفاقية. ثم ماذا؟ قالهم الله سؤالا: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أخذتم عهدي على ذلك؟ قال الأنبياء جميعا: أقررنا. فمن الذي شهد على العقد؟ وفي أي الأماكن وثق العقد؟ هل وثق العقد في احد دور شهر العقار؟ اين وثق العقد؟ ومن الذي شهد على العقد؟ في اي المحاكم سجل العقد؟ في محكمة ابتدائية؟ في محكمة كلية؟ في محكمة الاستئناف؟ في محكمة نقض وإبرام؟ أين سجل العقد؟ ومن الذي شهد على العقد؟ إنه الله. إنه الله. إن الذي وثق العقد هو الله. إن الذي شهد على العقد هو الله. إكراما لمن؟ للحبيب. إكراما للحبيب. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي. ماذا قالوا؟ قالوا أقررنا. فماذا قال الإله العظيم؟ فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أنا معكم من الشاهدين. أنا معكم من الشاهدين. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طرقت الرقابة. لقد ولدته وخاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. لقد وضعته وهاجا منيرا وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا
الزهراء. أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وصفه مولاه بأنه سراج منير، ووصف الشمس بأنها سراج وهاج. فما الفرق بين السراجين؟ ما الفرق بين السراج الوهاج والسراج المنير؟ السراج الوهاج فيه ضوء وحرارة، والسراج المنير فيه نور ولا حرارة. الشمس تؤذيك بحرها صيفا، ونور المصطفى يسعدك صيفا وشتاء. الشمس كلما ازددت منها قربا اتعبتك، ونور الحبيب كلما ازددت منه قربا ازددت من الله حبا. الشمس تضرب بالليل، ونور الحبيب لا يغيب ليلا ولا نهارا. سيدي سيدي، أنا المحب، أنا المحب، ومهجتي لا تنسلي عن وجدها وهيامها بمحمد. أنا المحب، ومهجتي لا تنسلي عن وجدها وهيامها بمحمد. قد نامني فيه الجهول، قد لامني فيه الجهول، ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. سيدي ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا نور قلبي، يا رسول الله، يا طب القلوب، يا دواءها، يا عافية الأبدان، يا شفاءها، يا نور الأبصار، يا ضياءها. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم، وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم، وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قلم السجلات الإلهية لنستخرج منها شهادة ميلاد المصطفى. مع الدرس الرابع بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى هناك،
فمن الذي ذهب ليسجل اسم محمد في سجل المواليد ومحمد اليتيم؟ من الذي ذهب ليسجل اسم اليتيم؟ ونحن اذا ولد لنا مولود يذهب ابوه ليسجل اسمه، فمن الذي سجل اسم الذي مات ابوه؟ ان الذي سجل اسمه عنده هو الله. سجل اسمه بالقلم البديع في اللوح المحفوظ. فتعالوا لنرى نسبه ونرى العناية الإلهية التي أحاطت بمولده. خانة الاسم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن متركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الذي يلتقي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا نسبه من جهة ابيه، فماذا كان نسبه من جهة امه؟ امه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضرة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نصير ابن معد ابن عدنان، الذي ينتهي نسبها ايضا الى اسماعيل ابن ابراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. فتعالوا بعد ذلك يا إخوة يا كرام لنرى العناية الإلهية التي اختارت له الأسماء. الاسم فمحمد لا حوض له ولا جبل ولا عبد الهزة ولا عبد مناه ولا عبد هبل. ان عبد المطلب لما بشر بمولده سماه محمدا وسألوه لما سميته بهذا الاسم يا عبد المطلب والعرب لا تعرف هذا الاسم؟ فقال عبد المطلب سميته محمدا ليحمد في السماء والارض. لفيك يا ارض الحجاز حبيب، لفيك يا ارض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب. في الارض احمد في السماء محمد عند الاله مقرب المحبوب. هو محمد ابوه عبد الله عبد الله كلمة إن دلت على شيء فإنما تدل على خالص التوحيد. ما كان يليق أن يكون أبوه إلا عبد الله. لا
لا عبد العزة ولا عبد الكعبة، انما عبد الله. وهل هناك معبود الا الله؟ امه امنه، الامن والامان، الامن والامان، حافظته ام ايمن اليمن والبركه، القابله التي ولدت امه. اتدرون ما اسم السيده التي ولد الرسول على يديها؟ اسمها الشفاء، اسمها الشفاء، ام عبد الرحمن بن عوف. الشفاء هي التي ولدت آمنة في محمد، مرضعته حليمة السعدية، حلم وسعادة. البلد الذي ولد فيه، وهذا البلد الأمين مكة. الشهر الذي ولد فيه، ربيع، حيث الخصب والنماء، وحيث يكسو وجه الأرض بساط من سندس أخضر، هو محمد. أبوه عبد الله، أمه آمنة، قابلته الشفاء، حاضنته أم أيمن، مرضعته حليمة السعدية، بلده مكة، شهره ربيع. جعلت حياتك للزمان ربيعا، جعلت خلتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في الأنام مذيعا. الله أكبر حين بشرك إله، وهب الإله إلى الأنام شفيعا. سيدي، أتسمح لي أن أدخل بيتك؟ أتسمح لي أن أقف على بابك يوم مولدك؟ ما جئت بابك مازحا بل داعيا، ومن المزيح تضرع وثناء. سيدي، اسمح لي ان احلق اليوم حول بيتك بمكة المكرمة. ماذا كان قبل مولده؟ كان القدر العاجب العجيب، تجده عبد المطلب نظر لله نظرا، ان رزقه بعشرة ذكور ان يذبح واحدا منهم، ورزق بالعشرة، وأدار القداح ليخرج من سيذبحه، فجاءت القداح على من؟ على عبد الله والد الحبيب. وأدار القداح، فإنه لما أقدم على ذبح عبد الله وجد سدا منيعا وسياجا سميكا يحول بين عبد المطلب وبين ابنه. اعاد القداح مرة ومرة فما غادرت عبد الله. فماذا يفعل؟
ماذا يفعل وفي قلب عبد المطلب من الحب لهذا بالذات؟ فيه من الحب لعبد الله بالذات ما لو مزج بماء البحار الأجاج لحولها عذبا فراتا سلسبيلا. ماذا يفعل؟ ذهبوا الى من يحكم في القضية، فالنظر وجب والعدد قد اكتمل، فقال لهم من حكموه: اضربوا السهام بينه وبين عشرة من الابل، كلما جاء السهم على عبد الله مرة فاذبحوا عشرة من الابل، وجاءت السهام على عبد الله عشر مرات فذبح من اجله 100 ناقة، وبعد ذلك غادرت السهام عبد الله. لماذا لم يذبح؟ لان في ظهره اعظم مخلوق، ظل يتنقل من الاصواب الزاكية الى الارحام الطاهرة حتى وصل الى ظهر عبد الله. اذا اراد الله فلا راد لما اراد. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفية الحشا، وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. سلم الي الامر، سلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواها، دخل عبد الله بزوجه آمنة بنت وهب، ولكن لم يطل المقام بينهما. فبعد ايام من الزفاف نادى المنادي بان قافلة خارجة من مكة الى الشام، وخرج معها من شباب مكة عدد غير قليل كان عبد الله من بينهم، وطال البعاد بين آمنة وبين زوجها عبد الله، واخذ فؤادها يتوهج على لظى الحنين تريد عودته. فقد مرت الساعة بينهما كأنها دهر، ومرت الأيام كأنها أمر. إنها تريد أن تراه، إنها ازداد شوقها إلى محياه. لماذا؟ لأنها شعرت بجنين يتحرك في بطنها، وجنين غريب لأنها سمعته في بطنها يسبح الله. فحتى متى؟ حتى
حتى متى سيضرب الفراق أصنابه بينهما. إن أعز بشرى تقدمها الزوج لزوجها أن تزف إليه بشرى جنين في رحمها، ولكن عادت القافلة بما فيها ومن فيها ما عدا واحدا تخلف، إنه عبد الله. وما الذي خلفه؟ أين قام؟ وأين هو؟ ما هو الأسباب التي خلفت عبد الله من العودة مع رفاقه؟ اسمع يا أخي المسلم، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. مات عبد الله ودفن بالمدينة عند اخوال ابيه من بني النجار. مات عبد الله هناك واهيل عليه الثرى بعدما توسد الرجم، واصبح بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتنسم في طيب روائحها تحت اطباق الثرى جسدا هامدا ورفاة سحيقا وصعيدا جرزا. مات هناك في سن 25 في زهرة العمر في شرخ الشباب. فمن الذي سيضع الجنين في بطن امه؟ ان الذي يرعى الجنين هو الذي قال، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم، يصوركم في الارحام لا في الأشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء، إنما يصوركم في الأرحام في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة البرنس. الذي ينزل الجليل، ينزل الجنين مغطى به، فمن الذي امد الاله بالاشعه؟ انه نور السماوات والارض. مات عبد الله وترك محمدا في رحم امه ولما يمضي عليه 6 أشهر. ولكن هل موت الآباء يؤثر على مجريات القدر؟ لا. هل حياة الآباء تؤثر على مسيرة القدر؟ لا. إن السيد الجليل محمدا في ليلة هادئة الأنسان، عاقرة الأنفاس، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وسم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى، بك بشروه السماء فزينت وتضرعت مسكا بك وغبره. ولد الهدى، ولد الهدى ونزل من بطن امه ساجدا لله.
نزل من بطنها يقدم الشكر لله، نزل من بطنها ساجدا لله. ولما علمت ثويبة جارية عمه أبي لهب، لما علمت بمولده أسرعت إليه وألقمته ثديها، فكانت أول رشفة لبن نزلت في جوفه الشريف من جارية. تواضع وعظمة، تواضع في غير ذل، وترفع في غير كبر. ولما رضع من ثويبة الجارية ذهبت ثويبة الى سيدها ابي لهب وبشرته بمولد ابن اخيه، فصرى ابو لهب سرورا عظيما وقال لها انت حرة، انت حرة. نعم، إن الله أخفى صفحة المقادير عن عباده لتنتظم مسالك الحياة. فهل ضاع هذا الأمر عند الله؟ إن الحبيب ولد يوم الاثنين، وأبو لهب أعتق جاريته فرحا بمولد الحبيب، ولذلك فإن الله يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين إكراما لفرحه بمولد سيد الخلق. ولذلك قال أحد الصالحين: واشرحوا هذا المقام يا ربي، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ هكذا اعتق أبو لهب جاريته، فكان ميلاد هذا النبي إيذانا وإعلاما وبشيرا إلى العالم أجمع بأن هذا المولود سيحرر العبيد. وليس ثمة أدنى عجب، فإن محمدا هو الذي جعل من العبيد سادة، ومن المستضعفين أساتذة وقادة، جعل من عباد الحجر خداة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. فلماذا ولد النبي يتيما؟ هذا سؤال أجيب عنه إن شاء الله إن ضمنا لقاء في مثل هذا الوقت. أيها السادة الأعزاء، أعوذ بكم من هنالك إلى هناك، من هنالك من بيت السيدة آمنة أم سيدنا محمد إلى هناك، إلى هناك حيث استخرجنا شهادة الميلاد، ومن هنالك إلى هناك، ومن هناك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم،
يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تزيل تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موسط الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، ادعوكم بالحاح ان تقبلوا على فهم الاسلام، لان الاسلام في هذه الايام يمر بمحن قاسية قاسية طاحنة. لقد وقع في يدي كتاب ليس بالكريم، انما كتاب ملي سما زعافا. عنوان هذا الكتاب: الاسلام اكذوبة الاكاذيب. هذا الكتاب صب جام غضبه على رسول الله، ووصف الرسول بألفاظ: يقطع لساني ويفصل عنقي عن جسمي ان صرحت بها. كتاب ارسل الي به الاستاذ عبد الرزاق موسى. هذا الكتاب يحتوي على اجزاء وصلني منها الجزء الاول، وساعرض عليكم شيئا مما جاء في هذا الكتاب. وهذا الكتاب انا واثق ان الذي الفه هو الثلاثي المدمر. جاء في هذا الكتاب قولهم: كان الواجب على من انزل القرآن الا يقول: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كان الواجب ان يقول لمحمد: وما ارسلناك الا نقمة للعالمين. وهذا شيء يسير مما جاء في الكتاب، شيء يسير ويسير جدا. أتعلمون ماذا قالوا عن بيت رسول الله؟ قالوا إن بيت محمد هو أول بيت ضعارة في التاريخ. وهذا أيضا شيء يسير. الكتاب عندي وأنا أحتفظ به، ولا أناشد المسؤولين، فحسابهم على الله، حسابهم على الله. ومحمد برأت بالكلاب، برأت الجرعة بالكلاب ان يعدوا على محمد. قالوا: كيف تقولون في قرآنكم ان الله وملائكته يصلون على النبي؟
ثم اسمعوا التحريف الذي كتبوه. قالوا لمن يصلي الله؟ لمن يصلي؟ يصلي لمن؟ كيف تقولون انه يصلي لمحمد فجعلتم من محمد الها ومن الله عبدا؟ قلنا لهم ايها الجهلاء، ايها الجهلاء بابسط قواعد اللغة، ان الله لم يقل يصلون لمحمد، انما قال يصلون على النبي، يصلون على، ولم يقل يصلون لي. قالوا اذا كان ربكم يصلي فلماذا تستبعدون ان يتجسد الاله في المسيح؟ اسمعوا، انني ادعوكم لدراسة الاسلام، ومن هنا فانني سواصل الكلام عن حياة رسول الله من مولده حتى وفاته، لأظهر أمامكم من هو رسول الله، ولأقطع ألسنة الفجر الكفرة. سأقدم سيرة المصطفى بإذنه تعالى في سلسلة من خطب الجمعة، ليقف كل عدو لئيم عند حده، ولأنادي بأعلى صوتي على هؤلاء الفئران، استغفر الله، على هؤلاء النمل، أقول لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، إن كلامكم هذا كلام وسيظل كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجه الليل الأبيض. يا هؤلاء النمل، لو تحولتم جميعا إلى كناسين لتثيروا الطعام على السماء، فسوف تثيرون التراب على انفسكم، وتبقى السماء هي السماء، ضاحكة السن بسامة المحيا، والسماء هنا محمد، السماء هنا محمد. ولكن ما الذي جرى هذا النمل؟ ما الذي جرى هذا النمل ان يرفق راسه امام هذا الجبل الشامخ والطوب المشرب بالعنق؟ ما الذي جرى هؤلاء؟ لن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق. وانا اقولها والمرارة تسيل كبدي، لقد غفل اهل الحق عن حقهم وناموا، ذهبوا الى دول البترول ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وانا واثق ان كل عالم يذهب الى احدى دول البترول لا يذهب ليقول ولا ليأمر ولا لينهى، انما يذهب الى هناك ليوضع في ثلاجة العلماء، ليتجمد في الفريزر. هناك ذهبوا من مصر وتركوا الميدان خاليا، تركوا مسرح الاحداث خاليا. يا معشر السادة، اسمعوا الى زيف هؤلاء المضللين. قالوا انكم تقولون في قرآنكم ان الله وملائكته يصلون، فاذا كان الاله يصلي فلماذا تنكرون ان الاله تجسد في المسيح؟ قلنا لهم يا اجهل خلق الله على الارض،
افهمتم ما هو الصلاة؟ افهمتم لغة القرآن العربي؟ افهمتم ما مراد الاله بالصلاة؟ ان كنتم لا تفهمون تفهموا ماذا نقول. الصلاة على ثلاثة معان. الصلاة لها ثلاثة معان. المعنى الاول تأتي بمعنى الرحمة. المعنى الثاني تأتي بمعنى الاستغفار. المعنى الثالث تأتي بمعنى الدعاء. فما المقصود بالصلوات؟ الصلاة من الله رحمة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، اي هو الذي يرحمكم. فليست الصلاة من الله ركوعا ولا سجودا ولا قياما ولا قعودا وكيف يركع الله ويسجد الله وهو الذي نركع له تعظيما ونسجد له توقيرا. يا جهل، يا اجهل الخلق بابسط مبادئ اللغة العربية. الصلاة من الله رحمة. قال بنو اسرائيل يا موسى هل يصلي ربك؟ قال لهم موسى تأدبوا مع الله يا قوم. فأوحى الله تعالى الى موسى اخبرهم يا موسى بان صلاتي عليهم ان رحمتي سبقت غضبي، لولا ذلك اهلكتهم جميعا. لو سألت طفلك الذي ما زال في المهد صبيا اركع له واسجد؟ لقال لك حاشا لله، فالله ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متضاعف ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون ولا متكيف. لا يسأل عنه بما هو لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا بأين هو لأنه خالق المكان. وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، والقول الفصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قيل للإمام علي يا إمام حدثنا عن ربك، فقال الإمام سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. فإذا قال الله هو الذي يصلي عليكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله رحمة وثناء جميل ورفعة ورفعة وكرم. الصلاة من الملائكة استغفار. قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
وقال جل جلاله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فمن لم يرضى بأن يفهم بأن الصلاة من الله رحمة فلينطرد من رحمة الله، لأن الله لا يركع ولا يسجد إنما يصلي بإنزال الرحمات علينا. إذا كان ثلث الليل الأخير نادى الله: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة مني ومنك دعاء ومناجاة. اسمع إلى قوله تعالى يخاطب حبيبه ومصطفاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صل عليهم أيدعو الله لهم يا محمد، إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك لهم رحمة بهم. ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحد بزكاة ماله دعا له النبي ليوافق أمر الله وقال له: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. فأي شيء في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله ينزل عليه رحماته والملائكة تستغفر له، أي شيء في هذا؟ ثم ما الذي أوجد هذا الخلط في الكلام؟ ما هي الصلة بين صلاة الله وبين تجسيد الإله؟ لو كان الإله مجسدا فمن الذي جسد الإله؟ من الذي كون الإله وهو مكون كل شيء؟ من الذي كون الإله؟ ثم إن الأجهزة والأعضاء والأنسجة والخلايا تقوم البروتينات بتكوينها والبروتونات إما حيوانية وإما نباتية، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يأكل الإله؟ كيف يأكل البروتينات الحيوانية وكيف يأكل البروتينات النباتية وهو إذا أكل شرب، وإذا شرب نام، وإذا نام مرض، وإذا مرض مات، والله حي لا يموت. الله حي لا يموت. كيف؟ كيف؟ كيف تجسد الله والجسد كما كون تحلل؟ وإذا تحلل الجسد مات صاحبه. كيف؟ وموسى يقول لربي: يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم؟ فيقول له الله: يا موسى أرأيت لو كان بيدك وعاء فيه ماء وأخذتك سنة من النوم ما يكون شأن الوعاء؟ قال: يخر من يدي على الأرض يا رب. قال: يا موسى وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة من النوم لخرت السماوات العلى على الأرض. يا معشر الإخوة، الإسلام يناشدكم أن تدرسوه
كفانا نوما كفانا غفلة وبعدا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، فمن شكك في هذه الصلاة فهو حاقد على سيد الأنام. ولم يقل الله ان الله وملائكته صلوا على النبي، لو قال صلوا لكانت الصلاة قد انتهت من زمان، انما قال يصلون ليفيد ان صلاة الله وصلاة ملائكة الله دائمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يصلون هكذا بصيغة المضارع الذي يفيد الاستمرار، بل ان من عظمة الله ومن اكرام الله لمحمد رسول الله في الاخرة انه اول من تنشق عنه الارض. يذهب الملائكة الى قبره الشريف بعد النفخة الثانية ويقولون له السلام عليك يا حبيب الله، ان القيامة قد قامت فقم يا صاحب الشفاعة. اتدرون ما اول سؤال يسأله النبي وهو يستعد للخروج من قبره؟ يقول للملائكة كيف حال امتي؟ لم يسأل عن فاطمة ريحانته، ولم يسأل عن عمه العباس، ولا عن عمته صفية، انما يسأل عن امته. فتقول الملائكة امتك بخير يا حبيب الله، فيخرج الحبيب من قبره ويذهب الى اهل البقيع بالمدينة الذين دفنوا بالبقيع هناك، فيأخذهم معه ويذهب الى اهل مكة الذين ماتوا على الاسلام فيأخذهم معه، ثم يأتي ارض المحشر وعلى يمينه بلال يؤذن يؤذن للقيامة. هذا هو نبينا، ليس نقمة للعالمين يا فجر، انما هو رحمة للعالمين، رحمة لأهل السماء والأرض. هو صاحب الشفاعة العظمى، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هو الذي بعث الرحمة في قلوب اهل الارض، سيدنا محمد الذي كان اذا سمع القطة بالليل تمو، اذا سمع صوت قطة بالليل تمو، يقوم من نومه فيحضر لها الماء بيده الشريفة ويسقيها بيده. اهذا رحمة ام نقمة؟ الرسول الذي كان اذا سمع بكاء طفل بالليل يطرق الباب ويقول لامه اسكتي طفلك فان بكاءه يؤذيني، ان بكاءه يؤذيني. الرسول الذي راى صحابيا قد اخذ طيرا من تحت امه، اخذ عصفورا صغيرا من عش امه، فقال له الحبيب اعد الطير الى امه، فان من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبائه يوم القيامة. شملت رحمته السماوات والارض، هو ارحم خلق الله بخلق الله. قطع الله لسانك يا من قلت انه نقمة، قطع الله لسانك
فض الله فاك وسر الله يديك، ان محمدا هو الرحمة المهداة، هو النعمة المسداة. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا اسمحوا لي ان اكون اصيلا عن نفسي ونائبا عنكم، فارسل ببرقية تحية عاطرة الى اهل المحلة الكبرى. اتدرون ماذا فعلوا؟ طالعتنا صحف الامس بالخبر الاتي تحت عنوان منع الحرام في المحلة الكبرى. اجتمع السيد رئيس المجلس المحلي بالمدينة الاستاذ انور الكمولي واصدر القرارات التالية بمدينة المحلة. اولا ممنوع منعا باتا بيع الخمور في المدينة. لا خمور في المحلة. وكان بها 30 محلا يبيعون الخمور. استجاب اصحابها لنداء اهل المدينة وبدلوا الخمور بالسلع الحلال. ثانيا ممنوع منعا باتا خروج النساء عاريات. واستجابت النساء لنداء الرئاسة. ثالثا ممنوع البيع والشراء عندما ينادي المؤذن لصلاة الجمعة. تغلق المحلات ويذهب الجميع ملبين نداء الله. ملبين نداء الله. وكان في المدينة سوق كبير يعرض يوم الجمعة اجل الى ما بعد صلاة الجمعة. هنيئا لكم. والعاقبة عندنا في القاهرة الساهرة الساحرة. هنيئا لكم يا اهل المحلة. ولا عجبا، فان في المحلة الكبرى مساجد بعدد ايام السنة 365 مسجد. تستطيع ان تصلي كل يوم في مسجد. وهذا وقد نظم الشباب دوريات يمرون بالطرقات قبل اذان الجمعة ينبهون الناس للصلاة. نسأل الله دوام هذا، ونسأل الله تعميم هذا، ونسأل الله النصر لهذا. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم احل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من اراد ان يكيد لنا فكده، ومن اراد ان يخذلنا فاخذله، ومن اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اصفر حلوبنا، اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم.
يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سمعنا الصلاه على الحبيب. شوف الخطاب الالهي بيقول له يا ايها النبي، بينما لما ربنا ينادي اي واحد من الانبياء لا يناديه الا باسمه، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى اني متوفيك. اما اذا اراد ان يخاطب الحبيب لا يقول له يا محمد، انما يقول يا ايها النبي. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. حتى اذا اراد ان يخاطب نساء لا يقول يا نساء محمد، انما يقول يا نساء النبي. حتى في مقام المناصفة يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. حتى في مقام التشريع يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ما قال له يا محمد، انما اكرم مآبه واجزل ثوابه وخاطبه بعنوان النبوة. انا ارسلناك شاهدا. وحد الله. شاهد على مين؟ شاهد على جميع الامم يوم القيامة. ازاي؟ هقول لك ازاي. مرة سيدنا النبي قال له سيدنا عبد الله ابن مسعود، يا ابن مسعود اقرأ علي من القرآن. فابن مسعود قال له اقرأه وقد انزل عليك يا رسول الله؟ ده اذا كان هو القرآن نازل عليك هقرأ عليك وقد انزل عليك. وش معنى ابن مسعود بالذات؟ ده النبي ده كان اخلاقه عاليه، لان ابن مسعود كان راجل راعي غنم ضعيف وكان قصير وكان دقيق الساقين، ومره طالح شجره فالصحابه قعدوا يبصوا لرجليه الصغيرين، فالنبي قال علام تضحكون؟ ان هذين القدمين في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. ده الرجالة مش بالانصار، ده الرجالة بالدرهم رجالة. يعني ايه يعني ابن مسعود يعني قصير دقيق الساقين؟ انما ده يوم القيامة هيبقى مملكة لوحده، هيبقى مملكة لوحده. ولذلك مرة ابن مسعود قاعد يقرا عن النبي سورة الرحمن بعد ما توحد الرحمن. طب وجاء لسايد لابن مسعود بيقرا قدام النبي،
فابو جهل يعمل ايه؟ رفع ايده وضرب ابن مسعود كف قطع اذنه عشان تشوفوا مدى ما تحمله المسلمون. النهارده يوم الحاكم ما بيقول ما حدش يصلي او ما حدش اللي مربي ده انه احنا كل الناس تكش ملك يا اخي ده الرب واحد والعمر واحد. انت خايف من بيت ربنا؟ خايف من المسجد؟ تقول لابنك لو هتروح الجامع وداك النهار واحد طالب في كليه الهندسه رد على سعاد جلال في الجرنان على حكايه دخول السينما وبعدين اخوه جاي لي بيقول لي ايه رايك ده اخويا؟ انا ما اعرفوش اخويا رد على سعاد جلال وابويا بيقول له طول ما انت ورا الشيخ كشك ما انتش نافع. ايه؟ ليه يا ابني؟ ليه يا ابني هو شيخ منصر؟ ماشي ورا المعلم حسن مره اكبر تاني حشيش اللي هو بيدخل السجن يقول للزباين يا بتوع الزباين بتوعه بيبعت السجن دي بكباب للزباين ياكلوا وجوه السجن ده اللي بيمشي ورا واحد حشاش يا ابني بيقول ده انا ابو الرجال. يوم طول ما انت ماشي ورا شوف شوف سوقوا سمعه الاسلام لدرجه ان المشايخ اللي بيصلحوا بين الناس قال طول ما انت ماشي ورا. قلت له يا ابني هو ماشي ورايا؟ قال مفيش حد ماشي ورايا ماشي معايا لان احنا كلنا ورا واحد بس ابن محمد بس. يا ابني يا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا والاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. ابو جهل ضرب ابن مسعود قطع ودني دم سال. النبي بصر ابن مسعود ويبتسم مسعود بيستغرب ده انا ده انا مضروب ايه بتبتسم ليه يا رسول الله؟ ده انا مضروب ودمي نازل عايز عربية اسعاف عايز قطن مكروكروم عايز شاش. النبي يبتسم ابن مسعود الحقيقة كان له دلال على النبي قال له ليه ما تبتسم يا رسول الله؟ يعني قال له بحاجة يقول له ده انا حالي مايل بتبتسم ليه؟ قال له غدا اخبرك. بس اسكت ده دلوقتي دلوقتي اسكت لان في اخبار جايه من فوق مش هقولها لك الا بعدين في معادك. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. اللي بيعتصم بالله ما بيخبش بك. شوف ربنا بيقول لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله. ما دام المرد الى الله اعمل حساب ان انت رايح له. ما تعملش حساب اللي هيسيبك على باب القبر. اعمل حساب اللي هيقول لك وانت نايم في التراب. ربنا هيقول لك كده وانت نايم في التراب عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. اعمل حساب هذا بس. اعمل حساب ده بس. طيب. يوم النبي هاجر للمدينة. وتقع غزوة بدر. والنبي قبل ما ينزل ارض المعركة خطف الملعب. كورنر ده هو هيموت فيه ابو جهل. كورنر ده هو هيموت فيه امية بن خلف. عقبة بن ربيعة هيموت هنا. شيبة هيموت هنا. الوليد هيموت هنا. تتصور النبي قبل ما ينزل المعركة خطف الملعب كله. كل واحد في المكان اللي هيقتل فيه. الراوي بيقول واقسم بالله ما جاوز احد مكانه الذي رسمه رسول الله. لان النبي قال لهم كده قال لهم والله لكأني انظر الى مصارع القوم. طيب. نزلوا المعركة وجه ابو جهل نام على الارض مضروب بيخلص
عدو ايه؟ عدو الله ابو جهل. يا مرحبا. ابو جهل كان طويل عريض. طب ما تطلع على صدره من فوق. ما بلاش صغير. يعني ما يجيش 30 كيلو. اطلع في صدره. انا ابو جهل بيدربش كده. قال له من انت؟ قال له انا ابن مسعود. قال له يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. مش كمان يا راعي الغنم، يا رويعي الغنم. خد بالك من الفلسفة حتى هو بيموت. يا رويعي تصوير راعي. لان التصوير عبارة عن الحاق الاسم ساكنة بعد الحرف الثاني. الحرف الثاني هنا الف يوم ينقلب واو على طول. يا رويعي زي ما صغر بقى تقول بويب. ها؟ ما هو الراحل كله قليله. ايوه انا عارف. ما هو المعزه اللي دخلت الجامع الازهر كانت ملزمه نحو، طلعت من الجامع تقول ما ما هو النحو اصله يعني تعرفيه غريب. ما تسمعني صلع الحبيب قلبك يطيب. زي الراجل ودى ابنه انجلترا ياخد دكتوراه، فالواد جه من انجلترا بيقول لي ابوس الصغر يابا الانجليزي السجارة اللي في ايدك دي بالانجليزي سيجارت. قام الراجل قال يا سلام ده الانجليزي سهل قوي. مراته قال لها صحيح ده الانجليزي سهل جدا. قالت له ازاي؟ قال لها تعرف الرغيف اللي في ايدك بالانجليزي ايه؟ رغفت. ما هو دخلت مفتوحة بقى على كل كلمة زي ما دخلت الساكنة في المصغة يبقى الشباك شبكة. ويبقى ايه؟ يبقى انجليزي. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. قال له لمن الدائرة اليوم يا ابن مسعود؟ من اللي غلب؟ قال له الله ورسوله. قال له قل لي يا ابن مسعود لقد كنا نرى ضربا ولا نرى ضاربا. كنا شايفين سيوف نزلة ومش شايفين اللي بيضرب. والله دروات السيرة بيقولوا ان الملائكة كانت تمسك المشرك وتطاطي راسه وتقول للمؤمن اضربه على عنقه يا مؤمن. كانت بتكتفهم بالفراش تقول له اضرب. ولذلك وجدوا في رأس ابي جهل ضربة ليست بسيف وليست برمح وليست بسهم وانما حافر فرس. مع ان المسلمين ما كانش معاهم فرسان، كانوا كل اللي معاهم فرسين وسبعين جمل. من اللي ضربه؟ قال لك ملك كان يركب الفرس، لان ربنا نزل كتيبة من لواء المظليين الملائكي اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني متتابعين. واحد لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب. قلبك يطيب. طيب مش لازمك حاجة يا ابو جهل. قال له بلغ صاحبك انني ما زلت ابغضه ولو كان رأسي في قاع جهنم. يا سلام. ده ايه الحقد ده؟ ده ايه الحقد ده مع ان النبي ما اذاش حد ابدا؟ والله ده بعد ما دفنهم قال لهم بئس عشيرة النبي كنتم انتم لنبيكم. كذبتموني وخذلتموني وطردتموني فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. يعمل ايه ابن مسعود؟ قال له لا بقى ده انت مالكش غير جز الرقبه. ففصل الجسم عن الراس وخد الراس ربط الودن بضباره فتلت خد كده اهو وجرها عند النبي. قام النبي ابتسم قال له لماذا تبتسم يا رسول الله؟ قال له اعلمت لماذا ما كنت ابتسم يوم ضربك فقطع اذنك؟ يا ابن مسعود اذن باذن والراس زياده. يعني ادي ادي المساله. يبقى كان فيه وكالات انباء بتذيع انباء خاصه بالرسول. يعني ابن مسعود هو النهارده مقطوعه ودنه بكره هياخد الراس والودن. بس دي مش راس عاديه، دي راس عجالي. ها؟ ما بتستويش ابدا. كبير كبير ضربها القطش. ها؟ اللي يحب النبي يسمعني الصلاه عليه.
فابن مسعود قاعد قدام النبي يقرأ. قال له اقرأ ابن مسعود. قرأ من سورة النساء. وغادي يقرأ من السورة لغاية ما وصل. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي اول ما سمع الاية دي من ابن مسعود، مع ان ابن مسعود يقول له ااقرأه وقد انزل عليك، النبي قال له ولكني احب ان اسمعه من غيري. طب ليه؟ قال لك عشان يقول لنا ان اللي بيسمع له الصواب واللي بيقرا له الصواب. طب صواب ده قد ايه وصواب ده قد ايه؟ قال لك سمعني الصلاه على الحبيب. من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فاذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اسمع يبقى لك حسنة مضاعفة بعشر امثالها لكل حرف. تقرأ يبقى لك نور يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. تقرأ لك نور يوم القيامة. تسمع يكتب لك بكل حرف حسن. حسن بعشر امثال. النهاردة قال فيها ناس ما تعرفش تذاكر الا على صوت ام كلثوم. ما يعرفش يرسم الهندسة الا على صوت بالبلغ. يا راجل يا راجل، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.